أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في محاضرة من محاضرات تصميم المنشآت المعدنية باستخدام الكود الأمريكي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الكومباكت والنون كومباكت والسلندر سيكشن. عشان أخلي القطاع بتاعي في الكاميرا بتاعتي يوصل للفول بلاستيك وأصمم على الفول بلاستيك مومنت، لازم ابقى عارف القطاع بتاعي يكون كومباكت سيكشن. طب وما هو الفرق ما بين الكومباكت سيكشن والنون كومباكت سيكشن والسلندر سيكشن؟ اول حاجه لازم اعرفها حضرتك، لازم تعرف the flexure capacity of an adequately braced beam depends on slenderness ratio of the compression flange and the web. بمعنى ايه؟ لو عند حضرتك كاميرا سمبل سبورتد بيم، والكاميرا دي الاي سيكشن، اي سيكشن، كل ما يكون البليتس بتاعت الاي سيكشن الفلانجة والويب الثمك بتاعهم كويس متناسب مع الويدث بتاع القطاع او الويدث بتاع الفلانجة، الويدث بتاع الفلانجة، النسبة بين الويدث بتاع الفلانجة للثيكنس نسبة كويسة أو نسبة معينة هنعرفها دلوقتي، كل ما يكون القطاع بتاعك كويس كل ما يميل ناحية الكومباكت. كومباكت يعني إيه يا جماعة؟ يعني مش هيحصل فيه لوكال باكلينج، مش هيحصل فيه أي حاجة تانية ممكن تأثر على الإهجادات الأصلية اللي أنت بتحسب عليها. يعني هذا القطاع بيبقى بعيد عن السلندر نرس ريشيو. وانس انك انت عديت القطاع بتاعك ما بقيش في الجزء ما بقيش نحيف، لان كل ما بيبقى بيميل ناحية النحافة اكتر كل ما القطاع بتاعك السلوك بتاعه بيتغير، بيحصل له لوكال باكلينج وهكذا. When the slenderness ratio are sufficiently small، يعني عندك النسبة ما بين ال width والthickness كبيرة، صغيرة لأن الthickness كبير، the beam can attend its full plastic moment and the cross section is classified as compacted. Compact section يعني slenderness ratio، الratio ما بين الويدث بتاع البليد على السكنس قليل، يعني القطاع بتاعك السكنس بتاعه كبير نسبيا، قال لك القطاع في الحالة دي فول، هيوصل لفول بلاستيك. يعني من الاخر كله انت عايز تهرب منه، عايز تهرب من اللوكال باكلينج، عايز تحصل، عايز تهرب من الحاجات الاستريسز ما تبقاش متوزعه في الجاست اونلي على اللوكال باكلينج، لا انت بتخلي السكشن بتاعك قوي بحيث يوصل لمين؟ يوصل لليل. When the slenderness ratio are large، يعني المسافة الويث، يعني على سبيل المثال لو خدنا مسافة كده وخدت المسافة دي مثلا 20 10 انش او 9 10 انش والثيكنس ده 1، لما اقسم البي على تي 10 على 1 النسبة دي تساوي 10، ولكن لو خليت السكنس ده نص 10 على نص تطلع تساوي 20. فإذا هل البيهيفير في العشرة هي نفس البيهيفير ال 20؟ قال لك لا، كل ما السلندر ريشيو المسافة القيمة دي بتقل كل ما يكون التشانس ان القطاع بتاعك يبقى كومباك سيكشن اعلى بكتير قوي، وكل ما القيمه دي بتزيد كل ما السيكشن بتاعك كلاسيفايد از نون كومباكت او نون كومباكت سيكشن او نون كومباكت سيكشن. طب ايه هي القيم اللي بتسمح لي هنعرف الكلام ده كله؟ When the cylinder ratio are sufficiently large، خد بالك هي دي المشكله بقى. انا كله ده كل اللي انا بدور عليه، ليه عايز اخلي السيكنس بتاعي بتاع البليتس كبيره؟ قال لك اللوكال باكلينج والاكيور، اللي احنا بنخاف منه ده اكتر حاجه خطيره جدا يا جماعه وانت بتصمم ستيل، هو الباكلينج، اللوكال باكلينج خصوصا. في ناس كتير قوي بتهمله، واتكلمنا عن اللوكال باكلينج في الاعمده بالتفصيل. بيفور ذا ييلد ستريس، يعني قبل، قال لك الماده مش هتوصل اصلا اليلد، مش هتوصل اليلد،
ليه؟ لأن القطاع حصل فيه لوكال باكلينج، وبالتالي لما بيحصل كده بنسمي القطاع إيه؟ بنسمي القطاع سلندر. يبقى القطاع كومباكت، القطاع نان كومباكت، القطاع سلندر. إمتى يبقى كومباكت؟ لما تقول السلندر ريشيو فيري سمول. إمتى يكون سلندر، إمتى يكون نان كومباكت؟ لما تكون السلندر ريشيو نسبة ما بين كذا لكذا. لم امتى يكون سلندر ريشيو؟ لما امتى يكون اللي هيحصل لوكال باكلينج؟ لما يكون السلندر ريشيو اكبر من قيمه معينه. طب تعالى نعرف الكلام ده بيتم ازاي. قال لك الكومباكت سيكشن، حلو، عايز اعرف انا كومباكت سيكشن هذا الاليمنت ده كومباكت ولا نون كومباكت. الكومباكت سيكشن از وان ذات كان ديفلوب ا بلاستيك هنج. لو عندك القطاع بتاعك كومباكت سيكشن يبقى ده بدون اي تردد هيوصل لليلد، بدون اي تردد هيوصل لليلد. بس لازم تبقى بروفايد ادكويت لاترال سبيسنج. هنعرف ايه الادكويت لاترال سبيسنج بعد شويه بعد ما نخلص موضوع الكومباكت والان كومباكت. طب ازاي اعرف القطاع بتاعي كومباكت؟ قال لك هتشوف الويدث على الستيكنس. لو اقل من قيمه بنسميها لندا بي، لندا بلاستيك، قال لك اذا القطاع بتاعك ماله، اذا القطاع بتاعك كومباكت. طب القيم دي لندا بي اجيبها من فين؟ هديك قيم دلوقتي. لندا بي ليميتد، ليميتنج السلندرنس بارامتر فور كومباكت فلانج. يعني لو الويدس على السكنس طلعوا اقل من اللندا، اذا القطاع بتاعك او الاليمنت ده كومباكت سيكشن. فاكرين في الاعمده لما كنا نقول سلندر ونون سلندر اليمنت؟ نفس الكلام في البيم، كومباكت ونون كومباكت. طب امتى يكون نون كومباكت؟ قال لك لما يبقى الويدث على السكنس اكبر من لندا بي بس اقل من مين؟ من لندا ار. في قيمتين محصور بينهم هنا. اللندا ار هي عباره عن الليميتد سلندر بارامتر فور نون كومباكت، سوري ذيس از نون كومباكت فلانج، نون كومباكت فلانج. طب النون كومباكت سيكشن از وان ذات كان prior تو لوكال باكلينج اوف ذا فلانج. يعني من الاخر كده قبل مش هيحصل له لوكال باكلينج، بس في احتماليه ان يحصل له لوكال باكلينج، في احتماليه. عشان كده في حاجه تانية هندرسها الليمت ستيت، هنتكلم لما يكون الكومباكت هنعمل ايه ولما يكون نان كومباكت هنعمل ايه. يبقى الحكم في الكومباكت والنان كومباكت هي النسبه ما بين الويدث للثيكنس. كل ما كانت النسبه دي صغيره كل ما بيبقى افضل، كل ما زادت النسبه كل ما القطاع بتاعك للتشانس ان يحصل له لوكال باكلينج اعلى. نفس الكلام السلندر بقى، المره دي بقى بنقول الويدث على الثيكنس اكبر من مين؟ اكبر من لاندا ار، وحيث لاندا ار هي عباره عن النون كومباكت. A cylinder section is one that cannot develop the yield stress. خلاص ما احنا عارفين، خلاص عارفين ان السلندر سيكشن مش هيوصل خالص القطاع بتاعك لليلد، وبالتالي هيحصل لوكال باكلينج في الويب او في الفلانج. يتوقف بقى على نسبه مين؟ يتوقف على نسبه الويدث على السيكنس. يا ترى قد ايه هي اكبر من لاندا ار زي ما هنشوف دلوقتي. الكود الامريكي والكود المصري وكل الاكواد الداتا قيم تشتغل عليها وتحسب منها اللندا بي واللندا ار، اللندا بي واللندا ار. عندي فلانج رول سيكشن اي سيكشن او تشانل او تي. قال لك اروح جايب هحسب البي على التي، نفس الكلام اشتغلناه في الكومبريشن اليمنت بالظبط، احسب البي على التي وقارنها بلندا بي اللي هي 0.38 جذر تربيع الاي على الاف يلد. لو البي على التي اقل من النسبه دي يبقى القطاع بتاعك كومباكت. لو البي على التي ما بين النسبه دي والنسبه دي يبقى القطاع بتاعك ايه؟ نون كومباكت. لو البي على التي اكبر من القيمه دي يبقى القطاع بتاعك سلندر. وصلت المعلومه؟ هشوف بعد كده لو انا عايز اشتغل على الويب، ادي الويب اهو، احسب الاتش على التي اقل من القيمه دي يبقى كومباكت، اكبر من القيمه دي يبقى سلندر، ما بين القيمتين يبقى اصبح ايه يا جماعه؟ يبقى اصبح نون كومباكت سيكشن. اي قطاع اول حاجه قبل ما تصمم اي سيكشن اختار السيكشن وادرس السيكشن بتاعك، الفلانجة كومباكت ولا نون كومباكت، الويب كومباكت ولا نون كومباكت. كل ما يكون القطاع بتاعك كومباكت فلانجة كومباكت ويب، كل ما كان التصميم اسهل، كل ما كان التصميم اسهل. يجي واحد يسالني يقول طب ما حضرتك انت قلت اني عشان يحصل فول بلاستيك مومنت على القطاع لازم يبقى القطاع كومباكت
طب انا اتاكدت ان قطع كومباكت، وانت قلت ان في حاجه تانية خاصه بالحاجه اسمها lateral support. بعد ما اتاكدت ان القطاع بتاعي كومباكت سيكشن او نون كومباكت سيكشن، انا افضل القطاع بتاعك يبقى كومباكت. انا بحب الكومباكت سيكشن لان مريح، بعرف استغل القطاع كله. هروح شايف بعد كده اعمل رقم اتنين، اروح دارس اللاترال سبورت. اللاترال سبورت ايه هو اللاترال سبورت بقى؟ عندك بيم، عندك بيم متشالة على سبورت هنا، عمود هنا وعمود هنا. بالشكل ده سيمبل سبورت. قال لك ما ينفعش تسيب الكاميرات كده، ما ينفعش تسيب الكاميرات كده، لازم لازم يبقى في عندك سبورت افقي للكاميرات عند عند العمده، بنسميه لاترال سبورت. والكود الامريكي اجبرنا، قال لك لازم عند العمدان لازم يبقى في لاترال سبورت، موضوع منتهي، كلام زي الفل. وتيجي عند كل مسافه ما تحط لاترال سبورت تاني. يجي واحد يقول لي طب ليه انا بعمل كده، ليه انا بعمل كده، ليه انا ليه بحط سبورت لاترال سبورت رغم ان الاحمال بتاعتي اصلا راسيه وليست افقيه؟ هقول لك واي، علشان كنترول ذا لاترال تورشن باكلينج. اوكي، ده احنا كده دخلنا في حاجه تانية. الاول كنت بتقول القطاع يوصل لليلد وما يوصلش لليلد، دلوقتي بتقول لي ان القطاع ممكن ما ممكن يوصل لليلد بس يحصل له تورشن باكلينج. ممكن يبقى كده ما يوصلش لييلد برضه لانه حصل له حاجه تانية. عشان كده في الليمت ستيت هتلاقي في عندك ييلد ليمت ستيت، تورشن لاترال تورشن باكلينج ليمت ستيت، فلانج لوكال باكلينج ليمت ستيت، ويب لوكال باكلينج ليمت ستيت، ويب وربنج ليمت ستيت. هتلاقي كذا ليمت ستيت في تصميم البيمز. كل ما بعدت وخدت الشروط كومباك سيكشن ولاترال سبورت موجوده، كل ما التصميم بتاعك بيجي اسهل كتير جدا. طب بيعمل ايه اللاترال تورشن باكلينج؟ بيخلي الكاميرا بتاعتك تلف كده، ما هي في الكومبريشن فوق وتنشن تحت. ايه اللي ساند الكومبريشن في الانج هنا؟ مفيش حاجه، مفيش حاجه سندها ان هي تتحرك افقيا، صح كده؟ فاذا بيحصل لها ايه؟ ووربنج كده، بيخلي القطاع يلف بالشكل ده، بيخلي بيحصل تشكلات بهذه الكيفيه. ايه اللي يمنع التشكلات دي؟ لو انت عندك لاترال سبورت كده. عشان كده يا جماعه، عشان كده الجزء اللي جاي في سلسله التصميم ان شاء الله هنتكلم على الكومبوزيت سيكشن. هي الناس بتعمل كومبوزيت سيكشن ليه؟ ليه بنلجا للكومبوزيت سيكشن؟ ليه بنحط بيمز ستيل بيم بالشكل ده ونطلع منها استاد حديد، مسامير حديد او وبحط الخرسانه فوقيها كده؟ ليه بعمل كده؟ عشان اضمن ان القطاع بتاعي يبقى فول كونتينوس سبورت. يعني في الحاله دي ما فيش حاجه اسمها اللاترال تورشن باكلينج نهائي، ما فيش حاجه. يبقى كده الليمت ستيت ده اتلغى من حياتي، اتلغى من الديزاين. ليه؟ لان الكومبريشن فلانج بتاعتي ممسوكه كليا، وبالتالي مش هيحصل حاجه اسمها اللاترال تورشن باكلينج. والقطاع بتاعي اذا كان القطاع كومباكت فبيحصل بشغل القطاع الكومبوزيت كله تنشن وكومبريشن، والخرسانه فيري جود ان كومبريشن، والتنشن فيري جود والستيل فيري جود ان تنشن، وبالتالي هصمم كومبوزيت سيكشن. وده اللي بيصمموه معظم الناس اللي شغاله في الكباري ستيل سيكشن او اي بيم، بيشغلوا الكومبريشن في الخرسانه مع الستيل ويستفادوا تماما من الكومبوزيت سيكشن. هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله في جزء من سلسله التصميم اللي جايه. يبقى انا عرفت اللاتر تورشن باكلينج وخطورته ايه؟ ان بيخلي القطاع بتاعي يلف وبالتالي ما بيوصلش لليلد، لان يهمني قوي ان القطاع بتاعي كله يوصل لليلد، لان كده انا شغلت القطاع كله واستفدت بالكباست بتاعت مين؟ بتاعت القطاع بتاعي. دي كاميرا كانت تحت الانشاء في كوبري، نظرا للويكنس بتاع اللاترال سبورت. شوف بقى الافكت بتاع اللاترال تورشن، لفت خالص، انهارت ومفيش اي احمال لسه، كانت حاجه بسيطه كانت تحت الانشاء. فاذا يا جماعه مهم حضرتك جامد جدا تدرس تعرف اللاترال سبورتس، تعرف اللاترال سبورتس. طب احط اللاترال سبورت فين؟ براحتك.
والله لو كان عندك الكاميرا سكندري، كاميرات سكندري لازم تتصرف وتعملها بريسنج. الكاميرات اليوجوال الجيردرز الكبيره بيبقى في سكندري بيم عليها متعامده عليها، وبالتالي بتلاقي مثلا كاميرات متقاطعه عند الاعمده دي معظم الوقت بتحصل، ودي لازم تحصل. واحد تاني يقول لك انا احط بريسنج في النص، واحد تاني يقول لك لا انا احط تاني سبورت بهذه الكيفيه عند النقاط الربع والربع والربع. فالال باكلينج هنا السبورت لينس او الان سوري ما بسماش ال باكلينج هنا، بسميها الان بريست لينس. الان بريست لينس، الان بريست لينس هي من السبورت للسبورت. الان بريست لينس هنا من النقطه دي للنقطه دي، الان بريست لينس من هنا لهنا. فاذا على حسب اللاترال سبورت اللي عندك ال بريسنج بتختلف او الان بريست لينس بتختلف. الكود الامريكي وصى واكد انك اللاترال بريسنج ماست اولويز be provided at point of support. لازم يبقى عند السبورت بتاعت البيم بتاعك لازم يبقى فيه lateral bracing، لازم يبقى فيه lateral support او lateral bracing. طيب اللاترال سبورت دي احنا عرفنا الكومباكت والنون كومباكت والسلندر اجيبهم ازاي او اعرفهم ازاي. طب اعرف ازاي اللاترال بريسنج اللاترال بريسنج واللاترال سبورت؟ قال لك في حاجه مهمه جدا عندك اسمها ال ال بي. يبقى خد بال حضرتك هنأكد على ثلاث حاجات دلوقتي، ال ال بي وال بي وال ال ار. ال ال بي الان بريس لينس الواقع الفعلي، ال ال بي ده عباره عن خاصيه او حساب بتحسبه اللي هو عباره عن الماكسيمم ان بريست لينس للقطاع بتاعك عشان ما يحصلش فيه لاتر تورشن باكلينج. يعني انا خدت اي سيكشن مثلا، من هذا الاي سيكشن هقدر احسب له ال بي بتاعته وال ال ار. يعني من الاخر اكبر مسافه ممكنه اقدر اعسبها وما اعملش فيها بريسنج او لاترال سبورت بحيث القطاع بتاعي ما يحصلش فيه لاترال تورشن باك. ده نفس الكلام ال مين ال ال ار. طب احسب الكلام ده ازاي؟ قال لك تعالى تعالى نشوف الكلام ده اتحسب ازاي. قال لك هنحسب ال ال بي. وما هي ال ال بي؟ It's the maximum unbraced length that would permit the shape to reach its plastic moment strength. يعني هي المسافة أو ال unbraced length اللي ممكن تسيبها اللي مسموح لك بيها بحيث لو حققتها القطاع بتاعك هيوصل للبلاستيك لو هو compact section اللي هي القيمة دي. LB equal 1.76 ار واي الجذر التربيع الاي على الاف مين على الاف ييلد. وقال لك لما تكون الانبريست لينس ال ال بي من البلان بتاعك او من الرسمه بتاعتك او من التخطيط بتاعك اقل من ال بي بتاعت السكشن، ده معناه البلاستيك مومنت سترينث هيحصل ان القطاع هيوصل للفول بلاستيستي، بس ده بالاضافه الى ان هو كومباكت سيكشن. يبقى حاجه مهمه جدا يا جماعه، بعد ما اشوف ان القطاع بتاعي كومباكت سيكشن نون كومباكت سيكشن احسب ال ال بي بتاعت القطاع وقارنها بالانبريست لينس اللي موجود الفعلي بتاعي. لو الانبريست لينس بتاعي اقل من ال ال بي يبقى انا كده ضمنت ان القطاع بتاعي فول، هيحصل فيه فول بلاستيك مومنت كومباكت، وان هو ال ال بي اقل من ال ال بي. المهم جدا اعرف قطاع كومباكت ولا كومباكت ان سلندر، وبعد كده اشوف اللاترال سبورت واحسب ال ال بي وال ال بي وال ال ار. تمام. ال ال ار بقى قال لك بقى لا ده موضوع تاني خالص، انك على كده هتخش في الان الاستيك لاترال تورشن باكلينج. لو حصل ان ال ار دي اتحسبت وال ال باكلينج والايت بتاع حضرتك ان ال بتاعتك ال ان بريس لينس بتاعك اكبر من ال ال ار، لا يبقى كده انصحك تحط بريسنج وتعلي قيمه مين ما توصلش للمرحله دي. لو وصلت لل ال ار هيبقى الموضوع كومبليكيتد، وزي ما انت شايف المعادله بتاعته anyway it's very long equation but it's easy. ال ار اداك معادله، المعادله فانكشن في مين؟ في الاس اكس والجي. ايه هي الجي بقى والسي؟ عشان تبقى عارف الجي والسي دول عباره عن التورشن فاكتورز بتاعت القطاع، التورشن فاكتور بتاعت القطاع. فلانك انت كده بتتعامل مع القطاع بتاعك بيحصل له تورشن بيلف.
ال RTS مديك هو ال RTS هي بالمعادلة فانكشن ما بين ال I Y لأن هو بيحصل له لف حول المحور I سوري المحور الرأسي وقال لك السي للاي شيب بواحد والسي فور تشانل بالقانون ده. يبقى كده يا جماعة بدأت حاجتين مهمين جدا لما أبدأ التصميم بتاعي، ألا وهي أتأكد أشوف القطاع بتاعي الفلانجة والويب كومباكت نون كومباكت سلندر الويب كومباكت نون كومباكت سلندر. خلاص انا افضل ان هو يطلع ايه، يطلع كومباكت كده كويس. اروح اشوف البلان بتاع ال بريسنج او الان بريس لينس. افضل لو ال بري الان بريس لينس اكبر من ال بي او ال بريسنج اقل من ال بي بس اكبر من ال ار او ال بي اقل من اقل من ال ار او اكبر من ال ار. انا افضل الحالة دي لكن في بعض الاوقات بتتحول الحالة دي. لا افضل الحالة دي اطلاقا، لا افضل الحالة دي اطلاقا. وهتلاقي الكلام ده هنشرحه بالتفصيل واي وليه واللي هيحصل ايه كده. في المحاضرة دي الملخص بتاعها حددت ازاي اعرف السكشن كومباكت سكشن نون كومباكت سكشن سلندر سكشن، وعرفنا ازاي نحسب ال ال بي اللي هي الانسبورت لينس اللي بيسمحه القطاع بحيث ان هو مازال يبقى في البلاستيك الفول كاباست بتاعه، وعرفت ازاي احسب ال ار عشان القطاع بتاعك يبقى ان الاستيك لاترال تورشن باكلينج، وقارنت ما بين ال ال بي اللي هي الان بريست لينس وقارنت ما بين ال ال بي وال ال ار. يبقى كده عرفنا الجزء دي. محاضره مهمه جدا لان اي مثال هنشرحه بعد كده او اي حل هنحله بعد كده لازم يبدا بالمحاضره دي. واشوفكم في محاضره تانية ان شاء الله.